السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. راح نحضروا اليوم الحميص اللي قدموه مع الشواء في المطاعم. كما شفتوا شويه الحار وحبه تاع الطماطم، دائما نديروا الحار اكثر من لا طوماط، لان شويه غير حبه تاع الطماطم وراح نقشرها. درتها في ساشي من الحار، درتو في ساشي، شويتهم على الطاجين هكا باش تقشروا بسهوله، ودرتهم في كيس بلاستيكي باش تطير القشره تاني بسهوله، وبالموس هكا راح نقطعهم كاع صغير. تاني الطماط نقطعوها صغير غير بالموس بهذه الطريقه. هذا هو الحميص اللي يخدموه في لي ريستورون، يعني يديروا غير الحار ولا طوماط مشويين، يخلطوهم هكا مع بعض. كاين اللي يخدموه في المهرز، شويه ملح شويه زيت زيتون، ما فيه حتى اضافه، برك الملح وزيت زيتون، ونقدموه مع الشواء. وبصحتكم. باش ينجح لكم الحميص ننصحكم الفلفل الحار ما تقشروش بالماء، يعني ما تستعملوش كاع الماء، قشروه عادي. كي ديروا فيه ساشي راح تطير القشره بكل سهوله. ان شاء الله يكون عجبكم وتجربوه، وما ننساش نشكر كاع المشتركات اللي راهم يدعموني. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. ونعاود نقول لكم الف شكر لكل المشتركات اللي راهم يدعموني في القناه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.